بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض بارت 2 من المحاضرة الثانية، اللي بدأنا المحاضرة الثانية بإن احنا بنتكلم عن الترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين. قلنا إن أنواع الترانسبورت الباسيف ترانسبورت والأكتيف ترانسبورت والفيزيكولار ترانسبورت. بدأنا في المحاضرة الأولى نتكلم عن اتكلمنا عن الباسيف ترانسبورت، اتكلمت عن الديفيوجن بنوعيه سيمبل ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن. هنتكلم في هذه المحاضرة عن هنكمل الباسيف ترانسبورت، وهنتكلم عن حاجة اسمها الأوزموزس، ودي خاصية من خصائص السيمبل ديفيوجن الخاصة بالمية. وإحنا أفردنا لها بارت لوحده لأن الموضوع مهم جدا ومحتاجين فيه نفهم بعض الحاجات، وفي كلام كتير يمكن يكون مش واضح في الكتاب عندكم، هنوضحه النهاردة بإذن الله. هناخد في محاضرة النهاردة الأوزموزس كديفينيشن، يعني إيه أوزموزس وبيعتمد على إيه. هنتكلم عن الأوزموتيك بريشر، الضغط الأوزموزي، وإيه اللي بيخلي فيه ضغط أوزموزي موجود في البلاد فيسلز في البلازما، ومن هو المتسبب في الأوزموتيك بريشر. هنتكلم عن بعض الديفينيشنز الخاصة بالمول والأوزمول والأوزمولار كونسنتريشن اللي هي الأوزمولاريتي والأوزمولاليتي، وحساب الأوزموتيك بريشر الموجودة في البلازما. هنتكلم عن الأوزموتيك بريشر في البلازما وإزاي بنحسبها وإزاي جه الكونسنتريشن بتاعه عرفناها. هنتكلم عن الكلينيكال امبورتنس الخاصة بالبلازما أوزمولاريتي. دي الموضوعات التوبكس اللي احنا هنتكلم عنها في بارت 2 من المحاضرة الثانية. وفي نهاية البارت 2 هنبدأ نستعرض معاكم بعض أسئلة MCQ. الهدف من هذه الأسئلة إن احنا ندربكم على إزاي الأسئلة بتيجي في الامتحان، ودي يمكن أهم جزء في هذه المحاضرة، لأن هيدينا صورة الامتحان إزاي بيجي، والأسئلة إزاي بنقدر نختبركم في المعلومات اللي عندنا دي، سواء كانت في محاضرة النهاردة أو في المحاضرة السابقة. هنقول لكم بعض اكزامبلز للام سي كيو ازاي بيجي، وازاي مستوى صعوبه الاسئله، وازاي احنا بناخد اسئله خاصه بيه، خاصه الجزء الخاص بالاوزموزس، ازاي بنتناوله في اسئله الام سي كيو والاوزموتيك بريشر وغيرها. دي الموضوعات اللي احنا هنتناولها في هذه المحاضره، ونبدا مع بعض يا شباب بالكلام عن الاوزموزس. الاوزموزس كديفينيشن هو نوع من انواع السيمبل ديفيوجن اوف سولفنت، يعني الاوزموزس هو نوع من انواع السيمبل ديفيوجن الخاص بالسولفنت اللي هو المذيب اللي هو موجود في جسمي. ما هو السائل الموجود في جسم الانسان؟ هو الميه، الووتر موليكيولز. كنا اتكلمنا عن السيمبل ديفيوجن، واتكلمنا عن حركه الايونز والموليكيولز بوجه عام من المنطقه اللي فيها كونسنتريشن عالي للمنطقه اللي فيها كونسنتريشن اقل. اما الاوزموزس هو حركة المية من المنطقة اللي فيها higher concentration تركيز عالي للمية للمنطقة اللي فيها lower concentration للمية، ده هو الأوزموزس، تمام؟ اللي هو حركة المية من منطقة فيها مية كتير high concentration للمية لمنطقة فيها مية قليلة، أو بمعنى أصح من المنطقة اللي فيها solutes قليل، لأن لما solutes تكون قليلة جوه المية يبقى المية هتكون كتيرة، يبقى solutes عندما لما بتكون قليلة جوه المية بتشغل حيز من المية، فبتقلل solutes القليلة بتاخد حيز قليل، لما لو كترت solutes في المية فده بياخد حيز من المية فبيأثر على كمية المية فبيضاد عمل حركة المية. ده هنشرحه وهنعرفه بعد شوية في رسمة. يبقى نقدر نقول إن الاسموزس كديفينيشن عبارة عن movement of water from area of higher concentration to area of lower concentration of water، أو movement from the area of lower concentration to area of higher concentration لو بتكلم عن السوليوتس، لان دلوقتي هتكلم عن حركة المية. يبقى لازم اول حاجة نكون عارفينها ويفهمينها كويس جدا ان الاسموزس هي تخص السيمبل ديفيوجن بتاع ايه؟ بتاع المية. مهم جدا، يعني لما اتكلم اوزموزس ما تجيبش سيره السوليوتس اطلاقا في الحركه، انا بتكلم عن حركه الميه من المنطقه اللي فيها تركيز ميه اعلى الى المنطقه اللي فيها تركيز ميه اقل. طيب ممكن نسأل سؤال، لو عندنا كميتين مية قد بعض، كميتين قد بعض، سائل قد بعض، سائل عبارة عن كوباية فيها كوبايتين نفس الحجم
يبقى ده كمية واحدة، يبقى الحجم هي الفوليوم الخاص بالمية في كل كوباية هيكون واحد. طب لو حطينا في كوباية شوية سوليوتس يعني شوية أملاح، يبقى أنهي كوباية لو الاتنين حجمهم واحد، وكوباية ما فيها سوليوتس يعني فيها أملاح، وكوباية أخرى ما فيهاش سوليوتس ما فيهاش أملاح، أنهي كوباية بيكون تركيز المية فيها أعلى؟ أكيد البيور ووتر اللي هي المية البيور اللي ما فيهاش سوليوتس هيكون التركيز بتاع المية فيها أعلى، كمية المية أعلى، لأن الكوباية اللي فيها سوليوتس السوليوتس ده خد جزء من حجم المية. لو تساوى الاتنين الكوبايتين في الحجم وكوباية فيها سوليوتس وكوباية ما فيهاش سوليوتس، إذا البيور ووتر هو بيكون الـ highest concentration of water هو الـ pure water. تمام يا شباب؟ الأسموزس عبارة عن حركة المية. تجي نعمل تجربة، هنحط السيمي بيرميبل ميمبرين، هذا السيمي بيرميبل ميمبرين يسمح بحركة المية ولا يسمح بحركة السوليوتس. ملاحظين إن في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة الفوليوم بيكون واحد، ولكن كمية السوليوتس هنا بتكون أعلى. تمام، كمية السوليوتس هنا بتكون أعلى، إذا الكونسنتريشن بتاع المية بيكون أعلى في هذه المنطقة ولا في المنطقة دي؟ أكيد الكونسنتريشن بتاع المية بيكون أعلى في المنطقة اللي فيها السوليوتس أو السوليوتس أقل. تمام، أما الكونسنتريشن بتاع المية في هذه المنطقة بيكون أقل. إذا حركة المية هتتم في أنهي اتجاه؟ هتتم في هذا الاتجاه. تمام، from area اللي فيها higher concentration of solvent of water to area of lower concentration of water، أو إن المية بتمشي من المنطقة اللي فيها lower concentration of solutes للمنطقة اللي فيها higher concentration of solutes. بمعنى صح إن الأوزموزيس هي حركة إيه؟ حركة المية، والمية بتتحرك من المنطقة اللي فيها concentration للمية أعلى للمنطقة اللي فيها concentration للمية أقل، أو من المنطقة اللي فيها concentration للسوليتس أقل للمنطقة اللي فيها concentration للسوليتس أعلى. يعني السوليتس بتعمل إيه؟ بتعمل osmotic pressure، بيسحب المية لجهته. تمام؟ إذا وجود السوليتس في هذا الاتجاه بتركيز عالي عمل osmotic pressure، ضغط أوزموزي راح ساحب المية من الاتجاه المقابل. لو احنا اتكلمنا عن السيمي بيرميابل ميمبرين، هذا السيمي بيرميابل ميمبرين بيعدي المية فقط وما بيعديش السوليوتس، يبقى المية هتمشي في اتجاه اللي فيه السوليوتس اعلى، كأن السوليوتس عملت اوزموتيك بريشر يسحب المية في اتجاهه. تمام يا شباب، دي اكزامبل اخر. في الاول قبل بدايه التجربه كان الاثنين في مستوى واحد، كان مستوى الميه واحد، ولكن وجود الميه هنا بيور وفي كميه سوليوتس قليله، وجود الميه هنا في سوليوتس اكتر، اذا الكونسنتريشن بتاع الميه هنا هيكون ايه؟ هيكون اعلى من الكونسنتريشن بتاع الميه هنا. يفضل الميه تتحرك لحد ما يصبح الكونسنتريشن بتاع الميه في هذا الاتجاه في هذا الجزء قد الكونسنتريشن بتاع الميه في هذا الجزء. حركه الميه من المنطقه دي للمنطقه دي بتتم عبر اوزموتيك بريشر. مين اللي بيعمل اوزموتيك بريشر؟ وجود السوليوتس في الاتجاه ده. والاوزموتيك بريشر الضغط الاسموزي هو بريشر مش بيدفع، لا بريشر بيجذب الميه ناحيته، يروح جاذب الميه في هذا الاتجاه. يبقى المية اتحركت، الأوزموزيس هي حركة المية من الـ area of higher concentration of water to area of lower concentration of water، أو من الـ area of lower concentration of solids to area of higher concentration of solids. رسمة أخرى بتوضح لي عملية الأوزموزيس وبتشرح لي يعني إيه أوزموزيس. أوزموزيس هو special type of diffusion، نوع من أنواع الديفيوجن. تمام؟ الخاص بإيه؟ الخاص بحركة جزيئات المية. تمام؟ عبارة عن movement of water across، حركة المية عبر semi permeable membrane، وهو اسمه semi permeable membrane، يعني membrane بيمرر حاجات ويمنع مرور حاجات، بيمرر المية ويمنع مرور الصوليوتس. المية بتتحرك من الـ region of higher concentration to region of lower concentration of water. تمام؟ dissolved molecules أو ions أو organic compound بنسميها السوليوتس. وجود يعني احنا لو قلنا ان البلازما بتاعتنا فيها الكترولايتس، فيها صوديوم وفيها بوتاسيوم وفيها بروتينز وفيها ليبيدز وفيها فوسفيت وفيها بايكربونيت وفيها مولكيولز كتيرة وفيها جلوكوز وفيها امينو اسيدز، كل هذه المولكيولز
عبارة بتعمل ايه؟ بتعمل اوسموتيك بريشر في البلاد بريشر، في البلاد بلازما، في البلازما، البلازما او في البلاد فيسل، بيبقى فيه جوه الفلويد اللي موجود في البلاد بيعمل اوسموتيك بريشر. اللي بيعمل اوسموتيك بريشر السوليتس اللي موجودة في البلاد. معظم السوليتس كانت كروس ميمبرين، ما بتعديش الميمبرين. يعني السوليتس لو احنا اتكلمنا عن مثلا بلازما بروتين في البلاد دي ما تعديش الفاسكولار هول، فعشان كده بتفضل موجوده جوه البلاد فيسل وبتقدر تجذب الميه جواها. ده اللي بيفصل لنا ليه البلاد فيسل بيكون جواه ميه، لان في اوزموتيك بريشر بيسحب الميه ناحيته. As solute concentration increases, free water concentration decreases. كل ما السوليوت تركيزه بيزيد كمية المية الفري بتقل. معنى كمية المية الفري بتقل يبقى الكونسنتريشن بتاع المية بيقل، يبقى المية بتتحرك من المنطقة اللي فيها كونسنتريشن عالي للمنطقة اللي فيها كونسنتريشن قليل. دي رسمة توضيحية بتتكلم عن في سوليتس موجودة في هذا الجزء وسوليتس هنا أقل. المية بتتحرك من المكان اللي فيه كونسنتريشن بتاع المية عالي للمكان اللي فيه كونسنتريشن بتاع المية أقل. نتكلم عن حاجة تانية. يبقى أول حاجة خدناها كل الكلام اللي احنا قلناه واتكلمنا في تفاصيل منه، الأوزموتيك بريشر. اوزموتيك بريشر بنرجع ونقول مره تانية يا شباب عشان نبقى فاهمين تماما، ان هو عباره عن سيمبل ديفيوجن اوف ووتر، يعني السيمبل ديفيوجن الخاص بحركه الميه، تمام؟ اللي بيعتمد على ايه حركه الميه؟ بتعتمد على تركيز الميه. كلما زاد تركيز الميه بتتحرك من المنطقه اللي تركيز الميه فيها زياده للمنطقه اللي تركيز الميه فيها قليل. طب المنطقه اللي تركيز الميه فيها اعلى ما يكون هو ايه؟ هي البيور ووتر، لما يكون الميه موجوده لوحدها ما فيهاش اي سوليوتس. كل ما بحط سوليوتس كل ما تركيز الميه بيقل. ليه؟ لان السوليوتس دي بتكريت اوزموتيك بريشر، بتصنع اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر ده بيخلي تركيز الميه يقل فيسحب ميه تانية في ناحيته، تمام؟ هنتكلم بقى عن الاوزموتيك بريشر. يعني ايه اوزموتيك بريشر؟ اتس بريشر نيدد تو ستوب اوزموزيس. لو خدنا رسمه زي كده وقلنا ان ده فريش ووتر، ميه ما فيهاش سوليوتس، ودي ميه فيها سوليوتس، وده السيمي بيرميبل ميمبرين، تمام؟ ماشي يا شباب. المفروض الميه هتمشي منين؟ هتمشي من المنطقه اللي هو الميه الفريش ووتر كونسنتريشن بتاع الميه بيكون اعلى، تتحرك من هذه المنطقه لهذه المنطقه. المفروض تتحرك كده في هذا الاتجاه. طب تمام يا شباب، لما تتحرك في هذا الاتجاه، لحظه بس كده، هنلاقي الميه المفروض انها تتحرك في هذا الاتجاه. طيب انا عايز احسب ده بتتحرك بقوه اسمها ايه؟ اسمها اوزموتيك بريشر. بتتحرك بقوه اسمها اوزموتيك بريشر، يا بتتحرك بقوه اسمها ايه؟ اسمها اوزموتيك بريشر، تمام؟ حركه الميه من المنطقه اللي هي فيها فري ووتر، فريش ووتر، للمنطقه اللي فيها سوليدز دي بتتحرك بالاوزموتيك بريشر. يعني هنا في اوزموتيك بريشر كرييتد عن طريق السوليدز بيسحب الميه من هنا لهنا. طب انا عايز اعرف قيمه هذا الاوزموتيك بريشر اللي بيخلي الميه تتحرك من هنا لهنا، اروح ضاغط بحاجه من فوق من هنا، تمام؟ ضغط لحد ما يوقف عمليه حركه الميه من المنطقه دي للمنطقه دي، تمام؟ في اللحظه اللي انا هوقف فيها الميه يبقى انا ضغطت ضغط مكافئ للاوزموتيك بريشر. يبقى الاوزموتيك بريشر كديفينيشن هو عباره عن بريشر نيدد تو ستوب اوزموزيس. ده البريشر اللي انا بوقف بيه عمليه الاوزموزيس، اي بوقف بيه عمليه حركه الميه، اللي هو البريشر اللي انا ضغطت بيه هنا عشان اوقف حركه الميه من المنطقه دي للمنطقه دي. اول ما يقف حركه الميه تتوقف حركه الميه، ده يبقى انا ضغطت باوزموتيك بريشر مكافئ للاوزموتيك بريشر اللي سحب الميه، تمام؟ يبقى الاوزموتيك بريشر عباره عن البريشر نيدد تو ستوب اوزموزيس. الاوزموتيك بريشر ايكوال تو اوزموتيك فورس، بنسميه اوزموتيك فورس، وبنقيسه بالملي ميركري. تعرفوا لما نقيس الضغط، الضغط دايما بنقيسه بالملي ميركري، يعني بالملي متر باقي، تمام؟ ويعتمد الاوزموتيك بريشر، احنا قلنا ما هو الاوزموتيك بريشر؟ ده عباره عن بريشر كرييتد بالسوليتس اللي موجوده هنا. بيعتمد على ايه؟ البريشر كل ما كان عدد السوليوتس، عدد الموليكيولز الموجوده في هذه المنطقه كتير، كل ما كان الاوزموتيك بريشر كتير. يعني يعتمد في الاساس على عدد الموليكيولز.
يبقى بيعتمد الاوزموتيك بريشر على عدد المولكيولز ولا يعتمد على حجم المولكيول. ديبند اون نمبر نوت ماس اوف مولكيولز. ليه بقى بيعتمد على النمبر العدد؟ لان الكاينيتيك انرجي اللي هي طاقه الحركه اوف سمول مولكيولز بتاع المولكيولز الصغيره از ذا سيم اوف لارج مولكيولز، نفسها هي هي طاقة الحركة الخاصة بالمولكيولز الكبيرة. طاقة الحركة الموجودة بالمولكيولز الصغيرة بتساوي تقريبا نفس طاقة حركة المولكيولز الكبيرة. ليه؟ لأن عندنا معادلة بتقول إن الكاينيتيك انرجي اللي هي طاقة الحركة بتساوي نص الماس في الفيلوسيتي. طب أنا لو زودت الماس اللي هو حجم المولكيول، الفيلوسيتي حركته سرعته، سرعة حركته بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. لو زودت الماس تقل السرعة، فالكاينيتيك انرجي تظل واحدة. يبقى المولكيولز الصغيرة ليها نفس الكاينيتيك انرجي الخاصة بالمولكيولز الكبيرة. فعشان كده ان الموليكيول صغير زي كبير هيعمل نفس الاوزموتيك بريشر. عشان كده لو جيت موليكيول صغير كبير وقسمته كذا موليكيول صغير هيعمل اوزموتيك بريشر اعلى، تمام؟ لان الاوزموتيك بريشر مساله عدد ومش مساله ماس، يعتمد على النمبر and not mass of molecules. large molecules has less velocity، الموليكيولز الكبيره بيكون ليها velocity قليل. الاوزموتيك بريشر بيساوي الاوزمولار كونسنتريشن، وهنعرف ازاي بنحسب الاوزمولار كونسنتريشن يعني تركيز الاوزمولز الخاصه اللي موجوده في اللتر، بنشوف عدد الاوزمولز قد ايه او عدد الملي اوزمولز. لما اعرف ان عدد الملي اوزمولز كذا بضرب في 19.3 عشان اجيب الضغط الاوزموسي اللي هو الاوزموتيك بريشر، ولما بتكلم بالاوزمول بضرب في 1900 19300 زي ما هناخد بعد شويه. يبقى أول حاجة يا شباب عشان ألخص، أنا عارف إن المحاضرة محاضرة الأوزموز من المحاضرات اللي محتاجة فهم كتير، ومش مطلوب منك إنك تبقى فاهم بنسبة 100%، ولكن إحنا بنحاول قدر الإمكان إن إحنا نوصل لك المعلومة بإذن الله في موضوع من الموضوعات اللي فيه حاجات بايوفيزيكس يمكن مش يعني يبقى استيعابها مش هيكون 100%، ولكن احنا عايزين نطلع بحاجات معينة من هذه المحاضرة. أول حاجة يعني أوزموزيس ده نوع من أنواع السيمبل ديفيوجن الخاص بحركة إيه؟ حركة المية. دي أول حاجة. تاني حاجة عايز أعرفها الأوزموتيك بريشر، ده عبارة عن البريشر اللي بيوقف عملية الأوزموزيس، بنحسبه بالملي ميركوري، بيعتمد على حاجة اسمها أوزمول وحاجة اسمها مول، وهناخد دلوقتي يعني إيه أوزمول ويعني إيه مول. Definitions بعد التعريفات الخاصة بالمول والأوزمول. هنبدأ نتكلم بعض التعريفات اللي هتهمنا في حساب الأوزموتيك بريشر. أول حاجة خدته طبعا في بعض الحاجات اللي احنا بنشرحها انتوا خدتوها في ثانوي، في حاجة اسمها مول. مول مول يعني ايه؟ عبارة عن molecular weight of substances in grams، يعني molecular weight بتاع المادة في الجرام. المول من الجلوكوز عبارة عن 180 جرام، والمول من الصوديوم كلورايد عبارة عن 58.5 جرام، تمام؟ المول من الجلوكوز عبارة عن 180 جرام، والمول من الصوديوم كلورايد عبارة عن 58.5 جرام. طيب عرفنا الكلام ده منين؟ في حاجة طبعا احنا في جسمنا المول ده حاجة كبيرة قوي، في حاجة اسمها ميلي مول، وده عبارة عن weight of substance in milligram. weight of substance يعني الوزن الجزيئي للمادة بالميلي جرام، تمام؟ طب المول ده المول بتاع كل المواد باختلاف انواعها في عدد ثابت من المولكيولز، يعني كل ماده المول بتاعها في عدد ثابت من المولكيولز بنسميه افوجادرو نمبر. يعني اي ماده المول بتاعها زي المول بتاع الماده الثانيه عدد المولكيولز، لان احنا بنتكلم عن الاوزموتيك بريشر اللي هو مساله عدد، فيهمنا ان انا لما اتكلم عن مول او اوزمول يبقى عدد معين. هل هنعتمد على المول ولا على الأوزمول؟ هعتمد على الأوزمول، وهنعرف إيه الفرق بين المول والأوزمول. في عدد اسمه أفوجادرو نمبر اللي هو 6.2 مضروب في 10^23، ده عدد المولكيولز الموجودة في المول، تمام؟ For all unionized substances، في المواد اللي هي غير متأينة، يعني زي الجلوكوز، يعني الجلوكوز عدد المولكيولز فيها تكون هذا العدد 6.2 × 10^23. طيب لا تحتوي على سيم مولكيولز اند كاريز ذا سيم اوزموتيك بريشر. المول المول الواحد للماده الواحده اللي هي ان ايونايزد زي الجلوكوز في عدد مولكيولز ثابت ومعروف بيعمل اوزموتيك بريشر واحد معروف، تمام؟
يبقى المول من الجلوكوز اللي هي ان ايونايزد سابستنس اللي هي 180 جرام، دي في عدد مولكيولز 6.2 مضروب في 10^23، وهذا العدد من المولكيولز بيعمل اوزموتيك بريشر، معروف الاوزموتيك بريشر اللي بيعمله. تمام، ده بالنسبه للمول. طيب ايه حكايه الاوزمول بقى؟ الاوزمول هو عباره عن وان اوزمول از ذا نمبر اوف بارتيكلز او مولكيولز ان مول اوف اندسوشيتد سوليوتس. يعني ايه؟ يعني لو اتكلمت عن الجلوكوز، الجلوكوز ده بيتحلل لكذا حاجه ولا هو حاجه واحده؟ هو حاجه واحده. الجلوكوز كوزد المول الجلوكوز بيعمل اوزمول، يبقى المول الجلوكوز بيعمل ايه؟ اوزمول، لان الجلوكوز دي حاجه واحده. طيب الجلوكوز فيه عدد مولكيولز ثابته معينه، دي موجوده في قد ايه؟ في 180 جرام من الجلوكوز. هذا العدد لو خدت 180 جرام من الجلوكوز هيبقى فيه عدد اللي هو بنسميه مول، اللي هو نفسه هو الاوزمول، بيكريت نفس الاوزموتيك بريشر. تمام، يبقى المول من الجلوكوز في نفس الاوزمول، هو مول جلوكوز بيساوي اوزمول جلوكوز في 180 جرام، وبيعمل اوزموتيك بريشر معين هنعرف قد ايه بعد شويه. طيب لو اتكلمت عن الصوديوم كلورايد، الصوديوم كلورايد ده المول صوديوم كلورايد، مول صوديوم كلورايد ده عباره عن صوديوم وكلورايد، يبقى المول من الصوديوم كلورايد فيه كام اوزمول؟ فيه 2 اوزمول صوديوم وكلورايد، لان الاثنين ماسكين مع بعض، لو حطيناهم في اي سولفنت هيتحللوا لصوديوم وكلورايد، وساعتها العدد هيبقى نفس العدد ولا هيبقى ضعف العدد؟ هيبقى ضعف العدد. يبقى الاوزموتيك بريشر الناتج عن ال1 مول صوديوم كلورايد بيساوي كام؟ بيساوي 2 اوزمول. تمام، هيعمل اوزموتيك بريشر الضعف. تمام، يبقى ال1 مول اوف صوديوم كلورايد اللي هو موجود في 58.5 جرام بيعمله 2 اوزمول. طب لو اتكلمت عن الكالسيوم كلورايد، كالسيوم كلورايد ده بيعمل 3 اوزمول زي ما هيجي في اكزامبلز بعد كده. يبقى اول حاجه خدناها المول، يعني ايه مول يا شباب؟ عباره عن المولكيولار ويت اوف سبستانس ان جرام، الوزن الجزيئي للماده بالجرامات. تمام، ده المول. تمام، والمول هو نفسه الاوزمول لو كانت الماده ما بتتحللش، والمول لو كان ماده زي صوديوم كلورايد بتتحلل حاجتين يبقى المول بيساوي 2 اوزمول. نتكلم بقى عن الاوزمولار كونسنتريشن والاوزمولال كونسنتريشن اللي مش هنقف عندهم اطلاقا، لان الاثنين في جسم الانسان تقريبا بيكونوا حاجه واحده. لو اتكلمت عن اوزمولار كونسنتريشن او الاوزمولاريتي، ده عباره عن نمبر اوف اوزمولز او ملي اوزمولز بير لتر اوف ووتر، يعني هنشوف لتر من الميه في كام اوزمول او ملي اوزمول عشان في الاخر اعرف البريشر، اوزموتيك بريشر الموجود في الميه ده هيكون قد ايه لما يكون بتكلم عن ايه؟ عن لتر. اما الاوزمولال كونسنتريشن ده عدد الاوزمولز او الملي اوزمولز الموجوده مش في اللتر، في الكيلو جرام. الاوزمولاليتي طبعا احنا عارفين ان الميه اللي هي السائل الموجود في جسم الانسان عباره عن ميه، اللتر تقريبا بيساوي الكيلو جرام، اذا مش هيبقى فيه فرق ما بين الاوزمولاريتي والاوزمولاليتي. وان كانت الاوزمولاليتي اللي هي بالكيلو جرام دي بتعتبر يعني هي الافضل والاصح. تمام، والاوزمولاليتي هي الاسهل، لان اللتر الميه دايما بقيسها باللتر بحاجه اقدر احط فيها لتر، مش بوزن الميه، بشوفها في حاجه احسب بيها الفوليوم الخاص بيها اللي هو اللتر. تمام، اذا الاوزمولاليتي هي هتكون الادق لانها بالكيلو جرام، والكتله الكتله بالكيلو جرام لا تعتمد على درجه الحراره. اما الاوزمولاريتي هتكون اقل دقه ولكن اقصر عمليه، انا اقدر اقيسها بشكل عملي افضل، لانها بتعتمد لان باختلاف درجه الحراره الفوليوم ممكن يتغير بتاع السبستانس بتاع الماده اللي انا بستخدمها، ولكن عشان الماده اللي موجوده في جسمي هي الميه فتقريبا اللتر ميه بيساوي كيلو جرام، فمش هيبقى فيه فرق واضح، فهنقول ان الاوزمولاريتي تقريبا هي الاوزمولاريتي. ولكن لو جبنا لك سؤال يعني ايه اوزمولاريتي، عباره عن نمبر اوف اوزمولز او ملي اوزمولز الموجوده في لتر ميه، والاوزمولاريتي هي عدد الاوزمولز او الملي اوزمولز الموجوده في كيلو جرام من الميه.
ولما كان only solvent في البادي هو الووتر 1 لتر اوف ووتر بيساوي 1 كيلوجرام، اذا الاوزمولاريتي تقريبا بتساوي الاوزمولاريتي. يبقى احنا اتكلمنا عن بعض الديفينيشنز نقولها. المول هو عباره عن المولكيولار ويت اوف سبستنس ان جرام، وخدنا اكزامبلز زي الجلوكوز كان 180 جرام كانوا بيعملوا المول، وقلنا ان المول بتاع كل المواد واحد لان يحتوي على عدد ثابت اسمه افوجادرو نمبر من المولكيولز، وبنفس الطريقه هذا العدد الثابت بيعمل اوزموتيك بريشر واحد. ولكن يختلف المول مثلا لو اتكلمت عن الصوديوم كلورايد، لان المول بتاعه بيعمل 2 اوزمول فيحتوي على ضعف العدد فيعمل اوزموتيك بريشر ضعف الاوزموتيك بريشر اللي بيعمله المول صوديوم كلورايد. المول صوديوم كلورايد بيساوي 2 اوزمولز، تمام؟ والاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الاوزمولز مش عدد المولز، تمام؟ اللي احنا نقدر نقول لو اتكلمت عن حاجه اسمها اوزمولاريتي او اوزمولاليتي، استخدم نقول اوزمولاريتي مثلا الاوزمولاليتي بتاع البلازما، يبقى بشوف لتر من الميه واشوف عدد الاوزمولز الموجوده في لتر. مهم جدا كلمه لتر، لان انا هجيب لك مسائل اديك مثلا عدد الاوزمولز الموجوده في 100 سم، يبقى عشان احسب الاوزمولاريتي لازم اضرب في 10 لان 100 سم انا عايز اوصلها ل 1000 سم اللي هو اللتر، تمام يا شباب؟ يبقى الاوزمولاريتي او الاوزمولاليتي بتتقاس، لو اتكلمت عن الاوزمولاريتي بتكلم باللتر من الميه، عدد الاوزمولز او الملي اوزمولز الموجوده في لتر من الميه. الاوزمول بقى الواحد في اللتر بيعمل اوزموتيك بريشر مقداره 19300 ملي ميركوري. 19300 ملي ميركوري يعني انا لو عرفت عدد الاوزمولز، او لو طبعا الاوزمولز دي حاجه كبيره، طبعا بتعامل بالملي اوزمول. الملي اوزمولز لو عرفت كل لتر من في الدم في البلازما فيها كام ملي اوزمول وعايز اعرف الاوزموتيك بريشر، بروح ضارب الملي اوزمول عدد الملي اوزمولز الموجوده في 19.3 من 10، تمام؟ عشان اقدر اعرف الاوزموتيك بريشر الموجود في البلازما هيكون قد ايه. الاوزمولاريتي الخاصه بالانتراسيلولار فلويد بتساوي تقريبا الاوزمولاريتي الخاصه بالاكسترا سيلولار فلويد. فاكرين الجدول اللي احنا خدناه اللي ما كانش علينا كل تفاصيله؟ هتلاقوا في تفصيله هذا في الجدول هتلاقوا في حاجه اوزمولاريتي الخاصه بالانترا سيلولار فلويد والاكسترا سيلولار فلويد، هتلاقي كلهم 300. طب ليه كلهم زي بعض على الرغم ان انت لسه بتقول لي يا دكتور بتقول لي ان انت سيلولار فلويد فيه بروتين كتير وفيه اورجانيلز كتيره ففي اوزموتيك بريشر عالي، في حاجات كتيره موجوده جوه الانترا سيلولار فلويد. طب ماشي، الحاجات الكتيرة الموجودة دي عملت ايه؟ كريت اوزموتيك بريشر عالي شوية، راح عامل ايه؟ المية دي بتتحرك بسهولة، راح ساحب كمية مية من بره دخلت جوه الخلية لحد ما حافظ عن ان الاوزموتيك بريشر يكون بره الخلية زي جوه الخلية اللي هو ال 300 ملي اوزمول. لا نسمح في جسم الانسان يكون في فرق ما بين الاوزمولاريتي انترا سيلولار فلويد عن الاكسترا سيلولار فلويد، لان لو في فرق المية هتدخل اكتر جوه الخلية مما يخلي الخليه جواها ميه اكتر لحد ما يصل الاوزمولاريتي تتساوى. يعني انا قلت ان الاوزمولاريتي لو كانت كبيره سنه ده معناه ان الخليه سحبت ميه فاحتفظت بشكلها، لو الاوزمولاريتي قلت جوه الخليه الخليه هتسيب الميه تطلع بره، تمام؟ الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما، الاوزموتيك بريشر هناخد بقى كده حاجه نشوف نتكلم عن الاوزموتيك بريشر الخاص بالبلازما. الاوزموتيك بريشر بيساوي الاوزمولار كونسنتريشن بالملي اوزمول مضروب في 19.3 من 10، يعني هنشوف عدد الملي اوزمولز الموجوده في لتر الميه في لتر من الدم، هنشوف عدد الملي اوزمولز قد ايه واروح ضارب في كام؟ في 19.3 من 10، والتمييز عندنا هيكون ملي ميركوري. الاوزمولار كونسنتريشن اللي قلنا ان التركيز الملي اوزمولز الموجوده في اللتر بتاع البلازما بيكون حوالي 300 ملي اوزمول. لو كان عندهم 300 ملي اوزمول كل ملي اوزمول بيدي ايه بكريتي 19.3 من 10، يبقى الاوزموتيك بريشر بيساوي 300 في 19 في 3 في 19.3 من 10 يعني بيساوي 5000 ملي ميركوري، اقسمها على 760 اللي هو ملي ميركوري اللي هو الضغط الجوي، اروح اقسم ال 5000 على 760 ملي ميركوري يطلع لي 7 اتموسفيريك بريشر. يبقى الاوزموتيك بريشر الموجود في البلازما عباره عن 7 اتموسفيريك بريشر. البلازما بروتين مهم جدا من البكريات اوزموتيك بريشر جوه البلازما، الالكترولايتس ثم الالكترولايتس ثم الالكترولايتس ثم البلازما بروتينز. يبقى احنا عندنا حاجات كتيره موجوده من العدد وكبير قوي العدد في الليمون وكتير جدا. الاوزموتيك بريشر هي مساله ايه؟ مساله عدد، واللي بيعد كتير قوي هي الالكترولايتس الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والبايكربونيت.
يبقى الاوزموتيك بريشر كرييتد مينلي بالالكترولايتس، ولكن حركه الالكترولايتس رايحه جايه بتكون سهله من جوه الخليه وبراها، واما البروتين عشان بيبقى كبير بيكرييت اوزموتيك بريشر، هناخده لما نتكلم في الهيماتولوجي بنسميه الانكوتيك اوزموتيك بريشر او الاوزموتيك بريشر المؤثر، تمام، بيعملوا البلازما بروتينز. يبقى الاوزموتيك بريشر كرييتد من ايه؟ من كل السوليدز الموجوده جوه البلازما، كرييتد من الالكترولايتس، كرييتد من البروتينز الموجوده في البلازما. كل ده بيعمل اوزموتيك بريشر مقداره قد ايه؟ 7 اتموسفيريك بريشر 5000 ملي ميركوري، اللي بيعمله اوزمولار كونسنتريشن مقداره 300 ملي اوزمول. تمام يا شباب، نتكلم عن حاجة اسمها التونيسيتي. تونيسيتي الاوزمولاريتي اوف سوليوشن ريلاتيف تو بلازما. يعني انا دلوقتي يا شباب حد بقى عايزين نسأل كده سؤال يعني مهم، انا دلوقتي عايز انقل واحد عنده جفاف، يبقى عايز انقل له ايه؟ انقل له محاليل. المحاليل اللي بنقلها دي بنقل اي محاليل وخلاص؟ يعني ممكن اجيب ازازة مية واحطها جوه الجسم وعلقها واحطها جوه الوريد؟ لا، ما ينفعش، لان الميه مش نفس الاوزمولاريتي الموجوده في البلازما. يبقى لازم السوليوشن اللي انا بنقله للبلازما يكون نفس الاوزمولاريتي الموجوده في البلازما، بنسميها ايزوتونيك سوليوشن، يعني سوليوشن هاز ذا سيم اوزمولاريتي اوف بلازما. تمام يا شباب. طيب لو نقلت له ميه ايه اللي ممكن يحصل؟ هنقل ميه اللي هو هايبوتونيك سوليوشن، يعني سوليوشن ما فيهوش اوزموتيك بريشر خالص. لو نقلت ميه، الميه ده الاوزموتيك بريشر بيكون بتاعها يكون ايه؟ اقل ولا اكتر؟ بيكون قليل. تمام، الاوزموتيك بريشر بتاع الميه بيكون قليل. طب يعمل ايه في الخلايا اوزموتيك بريشر قليل؟ اوزموتيك بريشر قليل يخلي الاوزموتيك، طبعا الاوزموتيك بريشر ما فيش سوليوتس، تمام، يبقى جوه الاوزموتيك بريشر جوه الخليه بيكون اعلى، يعني يكون الاوزموتيك بريشر جوه الخليه اعلى، يروح ساحب الميه دي وتدخل جوه الخليه وتعمل لها رابشر زي ما هنوريكم رسمه بعد شويه. هايبرتونيك سوليوشن، لو سوليوشن بقى الاوزموتيك بريشر بتاعه عالي، دي رسمه هي ده عشان توضح لنا اللي ممكن يحصل. لو انا نقلت للشخص ايزوتونيك سوليوشن وهايبوتونيك سوليوشن وهايبرتونيك سوليوشن، نقلت ايزوتونيك سوليوشن خلاص هيبقى نفس الاوزموتيك بريشر اللي حواليه، فالخلايا اللي موجوده في البلازما هتظل وتحتفظ بشكلها الطبيعي. انما لو نقلت هايبوتونيك سوليوشن يبقى تركيز الميه بره هيكون قليل وتركيز الميه جوه كتير. تمام، تركيز الميه بره هيكون كتير، سوري، لان ده بيور ووتر ضفته للي بره، تركيز الميه جوه هيكون قليل. طب يبقى الميه تتحرك فين؟ يبقى في اوزموتيك بريشر جوه اعلى في الخليه اللي موجوده، كرات دم مثلا حمراء، انا دلوقتي نقلت دم، نقلت للشخص ده ميه، علقت له بدل ما علق له محلول ملح مثلا زي ما هناخد في السكشن الخاص بالسوليوشن، علقت له ميه. طب الميه دي هتروح فين؟ هتروح داخله جوه الار بي سيز، تروح داخله جواها. ليه دخلت جواها؟ لان تركيز الميه بره اصبح عالي، فراح داخل جوه حيث ان الاوزموتيك بريشر عالي، راح ساحب ميه، يسحب ميه الخليه تكبر لحد في الاخر يحصل لها ايه؟ يحصل لها رابشر. طب لو شخص اعطيته بقى هايبرتونيك سوليوشن، السوليوشن مثلا اللي انا طبيعي بعلقه للعيان 9 من مثلا جلوكوز 5% مثلا، ده ايزوتونيك سوليوشن. طب لو اعطيته جلوكوز مش تركيزه بقى 5%، تركيزه 50% مثلا، يبقى ده هايبرتونيك سوليوشن. يبقى الار بي سيز هيحصل لها ايه؟ هيبقى التركيز الاوزمولاريتي بره حوالين الار بي سيز عاليه، تروح سحبه الميه الموجوده في الار بي سيز فالخليه تصغر ويحصل لها شرينكج. تمام، يبقى كان لزاما من هذه المعلومه ان انا لما اعلق اي محلول للمريض لازم يكون ايزوتونيك سوليوشن، يعني يتمتع بنفس الاوزمولاريتي الموجوده في البلازما. طبعا الكلام اللي بقوله ده هتاخدوه بالتفصيل في سيكشن العملي اللي ان شاء الله هتاخدوه في الاسبوع الخامس من الدراسه، وان شاء الله برضه هنعمل محاضره خاصه بيه. بنختم محاضرتنا بقى النهارده الجزء الشرح في محاضره النهارده، المحاضره الدسمه اللي بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي كتير قوي بيهرب انه يشرحها، لان مهما شرحنا انت بتطلع في الاخر
في جزء غامض بالنسبة ليك، تمام؟ لأن احنا بنتكلم عن مش فيسيولوجي، بنتكلم عن بايوفيزيكس وحاجات مول واسمول وفوجادرو نمبر، ولكن إلى قد حد إلى يعني على على يعني حاولنا حاولت بقدر الإمكان إن أنا أقدر أوصل لكم المعلومة بشكل مبسط، وبعد كده هقول لكم إيه اللي مطلوب منك إنك تكون عارفه كطالب كلية الطب سنة أولى. كلينيكال امبورتنس اوف بلازما اوزمولاريتي. طب ليه بندرس البلازما اوزمولاريتي وإيه أهمية دراسة البلازما اوزمولاريتي؟ أول حاجة في حاجة اسمها fluid balance of different compartments of the body due to osmosis. موضوع الأوزموزس اللي احنا شرحناه ده مهم جدا، فسر لنا حاجات كتيرة، فسر لنا إن وجود البروتينز ووجود الإلكترولايتس جوه الخلية خلى المية تدخل جوه الخلية وخلى الخلية تحتفظ بشكلها الحالي الموجود، تمام؟ وخلى الفلويدز موجود بتركيزات ما يسمح بالحياة، موجود في الانترسيلولار فلويد بكمية معينة 40% و20% من الفلويدز موجود في الاكستراسيلولار فلويد، يعني كرييت الاوزمولاريتي، موضوع الاوزمولاريتي اللي تحكم في حركة المية من جوه الخلية لبراها او من بره الخلية لجواها، ده عمل عملية اسمها فلويد بالانس، قدر يحافظ لي على تركيز المية الطبيعي اللي يحفظ حياة الانسان، اللي يكون 40% انترسيلولار فلويد و20% في الاكسترا سيولار فلويد. تاني حاجه ان البلاد فوليوم اند يورين اكسكريشن ديبند اون اوزموزيس، عمليه الاوزموزيس يعتمد عليها البلاد فوليوم واليورين كونسنتريشن. يعني مثلا لو البلاد فوليوم قل يبقى كميه السوليوتس، البلاد فوليوم قل يعني فقدت مثلا واحد مثلا حصل له نزيف يبقى البلاد فوليوم قل، يبقى الاوزمولاريتي جوه الدم هيحصل لها ايه؟ هتزيد، تمام؟ واحد حصل له نزله معويه، اسهال وترجيع، فقد ميات كتير، يبقى الاوزمولاريتي جوه الجسم يحصل لها ايه؟ تزيد. طب لما تزيد الاوزمولاريتي جوه الجسم ده بيخلي الاوزموتيك بريشر الموجود في الجسم عالي، فيسحب الميه ويمنع اليورين اكسكريشن، يخليك ما تعملش يورين اكسكريشن، تمام؟ يعني يخليك ما تفقدش اليورين عشان تحافظ على كميه الميه الموجوده لحد ما يتم اما نعوضك بسوائل تاخدها تشربها او نعلق لك محاليل. ثالث حاجه ترانسفيوجن، النقل، عمليه النقل. انا لو نقلت زي ما شفتوا هايبرتونيك سوليوشن حصل مشكله ان الار بي سيز كرات الدم اللي موجوده في البلازما حصل لها شرينكج، ولو نقلت ميه العيان علقت له ميه حصل هايبوتونيك سوليوشن حصل رابشر للار بي سيز، يعني في كلتا الحالتين حصل مشكله كبيره. عشان كده لازم الفلويد اللي انا بنقله للعيان المريض لازم يكون حاجه اسمها ايزوتونيك سوليوشن اللي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل في محاضره السوليوشن، زي الصوديوم كلورايد 900 والجلوكوز 5% والمانيتول وغيرها من الحاجات اللي هي احنا بنحاول ناخدها تكون ايزوتونيك، وبنستخدم الهايبرتونيك سوليوشن في علاج بعض الامراض زي ما هنوضح لكم ان شاء الله في المحاضره الخاصه بالسوليوشن. ثالث رابع امبورتنس حاجه اسموتيك فراجيليتي تيست، كره الدم الحمراء، تمام؟ هي بتعيش في 9 مثلا من مي... م... م... بتعيش في ايزوتونيك سوليوشن. طب لو بدات اغير في السوليوشن ده تجربه هتاخدوها ان شاء الله في البلاد، حاجه اسمها اسموتيك فراجيليتي تيست، ابدا اقلل الاسمولاريتي الخاصه بالفلويد، هيبدا الار بي سيز يحصل لها ربشر عند رقم معين، وكلها الار بي سيز القديمه يحصل لها ربشر عند رقم معين، والار بي سيز الجديده يحصل لها ربشر عند رقم اقل. في الاخر حاجه اسمها تجربه اسمها اسموتيك فراجيليتي تيست، دي بتساعدني في تشخيص بعض الامراض. ده شكل يا جماعه لو الفلويدز اللي احنا بنستخدمها، ده الايزوتونيك سوليوشن الخليه تحتفظ بشكلها، لو حطيته في هايبوتونيك سوليوشن الخليه بيحصل لها ربشر، هايبرتونيك سوليوشن الخليه بيحصل لها شرينكج. حاجه اسمها اوزموتيك ديوريسيس، هاي بلاد جلوكوز كوزز بوليوريا اند لوس اوف ووتر الكترولايتس اند جلوكوز ان يورين، دي اوزموتيك ديوريسيس الناس اللي عندهم سكر، يعني عندهم دايابيتس ميليتس، ده تركيز السكر بيكون عالي، السكر بتاعهم ينزل فين؟ ينزل في البول. طب لما ينزل السكر في البول يعمل ايه؟ يحصل ان السكر يروح ساحب ميه معاه بالاوزموزيس، لان السكر دي مولكيولز تسحب الميه بالاوزموزيس، فيحصل لهم بوليوريا، يعملوا بول كتير اند لوس اوف ووتر، ويفقدوا ووتر والكترولايتس اند جلوكوز ان يورين، تمام؟ ونزول الجلوكوز في مريض السكر سحب ميه، وده بيفسر لنا ان مريض السكر عنده بوليوريا، يعني بيعمل بول كتير، تلاقيه بيدخل الحمام عدد كتير 3 4 مرات وهو نايم، لازم يقوم يدخل الحمام. ده التفسير ان نزول الجلوكوز في اليورين سحب بالاوزموزيس، سحب ميه معاه فعمل له بوليوريا.
يعني يقدر يعمل ميه بكميات كتيره. الاديمه، اديمه يعني ورم، الناس اللي عندهم مرض في الكبد. مريض الكبد ده بيكون عنده كبد مش شغال، ومن اهم الحاجات اللي بيعملها الكبد البلازما بروتينز، البروتينز اللي موجوده في الكبد، واهم بروتين الالبومين. فالناس اللي عندهم مرض في الكبد بيكون عندهم نقص في الالبومين، نقص في الالبومين. لما الالبومين يقل يبقى الاوزموتيك بريشر الموجود في البلاد فيسلز يحصل له ايه؟ يزيد ولا يقل؟ يقل الاوزموتيك بريشر. طب لما يقل الاوزموتيك بريشر الميه تروح فين؟ الاوزموتيك بريشر قل فين؟ قل فين؟ قل في البلاد. يبقى الاوزموتيك بريشر الخاص بالبلاد قل، تمام. طب الاوزموتيك بريشر قل يبقى الميه تتجه من الاوزموتيك بريشر قل يبقى الميه تتجه من البلاد فيسل عشان تبقى موجوده تحت الجلد، تعمل حاجه اسمها إديمة. يحصل اكيوميوليشن يعني تجمع فلويد ان ذا اكسترا سيلولار سبيسز تحت في الانترستيشيال سبيس عشان تتجمع تحت الجلد وتعمل مرض اسمه إديمة. عشان كده مريض الكبد اللي عنده الالبومين قليل، اللي عنده الاوزموتيك بريشر قليل، قال عانى من حدوث إديمة يعني ورم في ايديه وفي رجليه وفي وشه، تمام. ممكن يصل لحد ان يحصل له اسايتس يعني الورم والميه تتجمع في البروتينيال كافيتي يعني في البطن وتعمل حاجه اسمها اسايتس يعني نستسقى. اخر كلينيكال امبورتنس اريجيشن اوف ووندز، لازم ان انا لما اطهر الجروح، الجروح دي ممكن تكون فيها بلاد فيسلز مفتوحه، فلازم استخدم ايزوتونيك سوليوشن عشان انظف الجرح بشكل كويس وعشان ما اعملش اي ضرر للتيشوز المختلفه الموجوده. ده كان الجزء الاول في المحاضره اللي هو الشرح، ان انا شرحت الاوزموزيس واتكلمت عن يعني ايه اوزموزيس كديفينيشن، اتكلمت عن الاوزموتيك بريشر، اتكلمت عن بعض الديفينيشنز زي المول والاوزمول والاوزمولاريتي والاوزمولاليتي، وازاي بعمل بحسب الاوزمولاريتي الخاصه بالبلازما، وازاي بحسب الاوزموتيك بريشر الخاص بالبلازما، وهكذا. نختم محاضرة النهاردة إن شاء الله ببعض الأسئلة عشان نبدأ نتدرب إزاي بسأل في الامتحان أسئلة الخاصة بالجزء الخاص بالإنترودكشن. أول سؤال يا شباب بيقول all the following، خليكم أكتف معايا وحاول تجاوبوا السؤال قبل ما نقول لكم الإجابة الصحيحة. all the following transport process show saturation، يعني كل هذه الانواع من الترانسبورت فيها عمليه الساتوريشن ما عدا الفاسيليتيتد ديفيوجن. فيها ساتوريشن؟ اه، في كارير بروتين. السيمبل ديفيوجن؟ لا، ما فيهوش ساتوريشن لان ما فيهوش كارير بروتين. البرايمري اكتف ترانسبورت بيعتمد على كارير بروتين زي ما هناخد في محاضره الاكتف ترانسبورت. والصوديوم جلوكوز كو ترانسبورت، كو ترانسبورت يعني بيتشالوا على كارير بروتين. اذا الثلاثه الفاسيليتيتد ديفيوجن، برايمري اكتف ترانسبورت، صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت، دول بنحتاج فيهم كارير بروتين يعني فيهم عمليه الساتوريشن يعني فيهم عمليه تشبع. اما السيمبل ديفيوجن ما فيهوش ساتوريشن، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون بي. السؤال الثاني، diffusion of solutes across semi-permeable membrane will decrease will decrease if there is an increase in the. خلي بالك السؤال ده محتاج نفكر شوية. diffusion of solutes يعني حركة solutes عبر cell membrane will decrease، بتقل امتى؟ لو ايه زاد، ايه اللي يزيد يقلل حركة solutes. area of membrane، لو زادت ال area of membrane حركة solutes تقل؟ لا، ده لو زادت تزيد. thickness of the membrane، thickness of membrane لو زاد thickness الديفيوجن يقل، اه يبقى دي صح، thickness of membrane هتكون صح. طب نكمل الباقي. solutes concentration difference across the cell membrane، الconcentration difference يتناسب تناسب طردي، يبقى ده لا. temperature لو زادت يزيد الديفيوجن، اذا الاجابه الصحيحه هتكون بي. يبقى السؤال ده معناه ايه الحاجات اللي الحاجه اللي بتتناسب تناسب عكسي مع الديفيوجن؟ هيكون thickness الخاص بالسيل membrane بي. السؤال اللي بعد كده يا شباب، اوزموزيس اوكيرز اجينست كونسنتريشن جريدينت. لا، ده الاوزموزيس نوع من انواع السيمبل ديفيوجن وبيتم مع الكونسنتريشن جريدينت. الاوزموزيس نيدز كارير؟ لا، الاوزموزيس ديفيوجن ما بيش محتاج كارير ومش محتاج انرجي. يبقى الاول ثلاثة كانوا غلط، الاوزموزيس از اباسيف بروسيس. اه صح، يبقى الاوزموزيس از اباسيف بروسيس. طبعا لا، هي الاوزموزيس باسيف بروسيس دي هي اللي صح، معموله الاجابه كده غلط. يبقى الاجابه الصحيحه الاوزموزيس از اباسيف بروسيس اللي هي دي، تمام يا شباب. سؤال تاني، بلازما هاز ان اوزمولاريتي اوف اباوت 300 مللي اوزمول، الاوزمولاريتي الخاصه بالبلازما 300 مللي اوزمول. ذا اوزمولاريتي اوف ايزوتونيك سالاين از ايكوال،
لو انا اتكلمت بقى عن ايزوتونيك سالاين هيكون كام؟ لو كانت الاوزمولاريتي الموجوده في البلازما 300 مللي اوزمول، يبقى الايزوتونيك سالاين هيكون قد ايه؟ ايزوتونيك، ايزوتونيك يعني نفس الاوزمولاريتي، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون 300 مللي اوزمول رقم بي. تمام. طب لو قلت لك بقى هايبوتونيك 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 سالاين يبقى هيكون اقل من 300، اي رقم اقل من 300؟ هايبرتونيك سالاين الرقم الاعلى من 300. سيمبل ديفيوجن اند فاسيليتيتد ديفيوجن شير ويتش اوف ذا فولوينج كاركترستكس؟ السيمبل ديفيوجن بيشارك الفاسيليتيتد ديفيوجن في ايه من دول؟ قول كده. كان بي بلوكد باي سبيسيفيك انهبيتور، صح ولا غلط؟ كان بي بلوكد، لا هو البلوكد اكيد ده اللي هو الكارير، اللي ليه كارير اللي هو الفاسيليتي ديفيوشن، اذا الاثنين ما يشتركوش في الاولى. تاني حاجه، دونت ريكواير ادينوزين تراي فوسفيت، ده ديفيوجن. احنا قلنا ان الديفيوجن بوجه عام هو لا يحتاج طاقه لا يحتاج اي تي بيس، اذا بي هي عامل مشترك ما بين الديفيوجن بنوعيه سواء كان سيمبل او فاسيليتيتد. ريكواير ترانسبورت بروتين، مين اللي بيحتاج ترانسبورت بروتين؟ اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن. ساتوريشن كاينيتكس، الساتوريشن اللي فيه ساتوريشن مين؟ الفاسيليتيتد ديفيوجن. ترانسبورت اوف سوليتس اجينست كونسنتريشن جريدينت، لا ده الاثنين بيشتركوا ان ترانسبورت اوف سوليتس ويز كونسنتريشن جريدينت، اذا الاثنين بيشتركوا في حاجتين، ترانسبورت اوف سوليتس ويز كونسنتريشن جريدينت اللي هي موجوده هنا بالعكس، وانه مش محتاج طاقه او اي تي بي، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون بي. A group of tissues that work together to form a particular task is called ايه مجموعة من التيشوز بتتجمع مع بعض عشان تعمل حاجة؟ التيشوز تتجمع مع بعض تعمل ايه؟ تعمل اورجان، تعمل اورجان، والاورجانز بتتجمع مع بعض تعمل سيستم. All the following can pass through the lipid bilayer except، كل الحاجات دي تقدر تعدي عبر lipid bilayer ما عدا lipid soluble substance. ايه lipid soluble substance، صح ولا غلط؟ lipid soluble substance تقدر تعدي على lipid، صح. صوديوم ايونز، لا دي غلط. الصوديوم ايونز ما تقدرش تعدي عبر الليبيد باي لير، الاكسجين يعدي والسي او 2 يعدي والليبيد سوليبل سبستنس. طب ليه الصوديوم ايونز ما تعديش؟ لان الصوديوم ايونز ما بتبقاش موجوده لوحدها، بتكون هيدريتد عليها ميه، بتكبر في حجمها فبتحتاج تعدي من البروتين تشانلز، يبقى الصوديوم ايونز ما تعديش عبر الليبيد باي لير، يبقى يكون بي اللي هي الصوديوم ايونز. The most abundant cation in intracellular fluid، أكتر كاتاين موجود في الانتراسيلولار فلويد، أكتر أيون موجب موجود في الانتراسيلولار فلويد هو إيه؟ هو البوتاسيوم والبروتين والفوسفيت، البوتاسيوم. سؤال مهم أيضا، which of the following solutions when infused intravenously would result in increase in extracellular fluid volume, a decrease in intracellular fluid volume and an increase in total body water after osmotic equilibrium. سؤال جميل جدا، بيقول لك ايه من دول يا شباب؟ خلينا نفكر مع بعض. لما نعمل له انفيوجن يعني نحطه انترافينسلي يعني نحقن به مريض معين في الوريد، ريزلت بيعمل ايه؟ زياده في الاكسترا سيلولار فلويد، يزود في الاكسترا سيلولار فلويد ويقلل الانترا سيلولار فلويد ويزود التوتال بودي ووتر افتر اوزموتيك اكيوليبريم. يبقى انا حقنت ايه بقى؟ حاجه حقنتها زودت الاكسترا سيلولار فلويد وقللت الانترا سيلولار فلويد، يبقى انا حقنت ايه؟ حقنت هايبرتونيك سوليوشن، سوليوشن هايبرتونيك. الهايبرتونيك سوليوشن ده عمل في الانترا سيلولار فلويد ايه؟ عمل لها ايه؟ راح ساحب الميه الموجوده في الانترا سيلولار فلويد وزود الميه في الاكسترا سيلولار فلويد. انهي واحد من دول بيكون هايبرتونيك سوليوشن؟ 9/10 صوديوم ده ايزوتونيك، 45% دي هايبوتونيك اقل من 9/10، 5% ديكستروز ده بيكون ايزوتونيك، 1 لتر بيور ووتر ده هايبوتونيك. البيور ووتر ده هايبوتونيك، يبقى مفيش اجابه غير 1 لتر من 3% صوديوم كلورايد. طبعا اجابه السؤال ده يكون يعني هتكون اكتر، هتفهموها اكتر لما تاخدوا السكشن الخاص بالسوليوشنز. تمام يا شباب؟ يبقى لما احقن في مريض هايبرتونيك سوليوشن اللي هو الاجابه هتكون سي. اوزموزس، اوزموزس عباره عن موفمنت اوف ووتر فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن.
لا، الاوزموزيس هي حركه الميه من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، موفمنت اوف سوليدز فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن. الاوزموزيس هي حركه الميه، دي اهم حاجه قلناها في محاضره النهارده. الاوزموزيس نيدز انرجي؟ لا، الاوزموزيس دي نوع من انواع الديفيوجن، ما بتحتاجش انرجي. الاوزموزيس دونت نيد كارير، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون دونت نيد كارير، الاجابه هتكون دي. What is the value of osmolarity caused by 3 مولز of sodium chloride في 200 مللتر water؟ دي بقى مهمة جدا يا شباب، عشان نطلع بقى موضوع الاوزمولاريتي، والاوزمولاريتي هتيجي ازاي اسئلة في الامتحان. بقول لك ما هي قيمة الاوزمولاريتي؟ اوزمولاريتي يعني ايه اوزمولاريتي يا شباب؟ اوزمولاريتي عبارة عن عدد الملي اوزمولز او الاوزمولز زي ما هيجي لي في الاجابة، في ايه بقى؟ في لتر، في لتر، في اوزمولاريتي ده في هيكون في لتر من الميه، يبقى عدد الملي اوزمول في لتر ميه. انا دلوقتي ما اعطيتكش لتر، اعطيتك 200 ملي لتر ميه، وقلت لك ان فيهم 3 مول صوديوم كلورايد، تمام يا شباب؟ عايزين نحسب عدد الاوزمولز. طب الصوديوم كلورايد، هل ده المول الصوديوم كلورايد بيساوي اوزمول، ولا الصوديوم كلورايد المول بيساوي اكتر من اوزمول؟ المول من الصوديوم كلورايد، الصوديوم وكلورايد 2، يبقى بيساوي 2 اوزمول. لو انا عندي 3 مول صوديوم كلورايد، يبقى عندي كام اوزمول صوديوم كلورايد؟ 3 في 2 ب 6. الستة دول موجودين فين؟ موجودين في 200 مللي لتر ميه، يعني موجودين في 200 مللي لتر ميه، والاوزمولاليتي هي عدد الاوزمول في اللتر ميه. يبقى ال 200 مللي لتر عشان يوصل للتر، يبقى لازم اوصل ال 200 لايه؟ ل 1000. 1000 ضربت في 5، يبقى هضرب ايضا الستة في 5، يطلع يبقى الاجابة هتكون 30 اوزمول، تمام يا شباب؟ يبقى الاجابة هتكون دي 30 اوزمول. عرفتوا بنحسبها ازاي؟ What is the value of osmolality caused by 3 moles of sodium chloride في 200 مللتر مية؟ الاوزمولاليتي ما بتكونش في 200 مللتر، بتكون في لتر، فكده هضرب الرقم اللي معايا في 5، ولان انا عندي 3 مول صوديوم كلورايد وانا بعتمد على الاوزمول مش على المول، ال 3 مول صوديوم كلورايد بيساوي 6 اوزمول صوديوم كلورايد، في 200 عايزها تبقى في 1000، يبقى اضرب 6 في 5 يطلع لي 30 اوزمول. Solution with highest osmotic pressure، solutions with highest، انهي solution من دول ليه highest osmotic pressure؟ دي اسئله يعني اسئله معلمين، يعني قول لي انهي اجابه من دول هيكون فيها osmotic pressure، اعلى osmotic pressure. اكيد اعلى osmotic pressure اللي فيها اعلى اوزمول، يبقى هناخد كل واحده ونحلها. لو عندي 2 مول كالسيوم كلورايد في 500 مللي لتر، تمام؟ يبقى 2 مول كالسيوم، كالسيوم كلورايد ده عباره عن المول منه فيه كام اوزمول؟ كالسيوم كلورايد فيه 3، يبقى 2 في 3 ب 6، الستة دول موجودين في 500 عايزها تبقى في 1000، يبقى 6 في 2، ال 500 عشان تبقى 1000 اضرب في 2، يبقى 6 في 2 ب 12، يبقى اول ايده هتكون 12. طب بي 3 مول صوديوم كلورايد، 3 مول صوديوم كلورايد، 3 في الصوديوم كلورايد المول ب 2، ب 2 اوزمول، يبقى 3 مول صوديوم كلورايد، يبقى 2 في لحظه بس عشان نكتب الارقام مع بعض. يبقى اول حاجه، اول واحده يا شباب، احنا قلنا 2 مول كالسيوم كلورايد، 2 مول كالسيوم كلورايد، يبقى 2 في 3 هنضرب، لان المول بيساوي هنا 3، هنكتب 3، 3 في 2 ب 6 يديك 6، تمام؟ 3 في 2 ب 6، واروح ضارب كمان في 2 لان ده 500 مللي، يبقى الرقم عندنا هيبقى 12 اوزمول، يبقى كميه الاوزمول 12. طب نجي في الثانيه، 3 مول صوديوم كلورايد، 3 في 2 ب 6 برضه، يبقى المجموع هنا 6، 6 في 1000، 1000 هو ده اللي احنا، يبقى اللي هنا الرقم هيكون 6 اوزمول، يبقى تاني واحده 6 اوزمول، تالت واحده 3 مول جلوكوز في 200، يبقى هضرب 3 وال 200 دي هحولها ل 1000، هضرب في 5، 3 في 5 ب 15، يبقى هنا هيكون 15. الأخيرة 3 مول بوتاسيوم كلورايد، يبقى 3 في 2 ب 6، 6 في 250، يبقى هضرب في 4، 6 في 4 هيطلع لي 24، يبقى أنهي رقم؟ يبقى 24. يبقى أول واحدة كان 12 أوزمول في اللتر، تاني واحدة 6 أوزمول في اللتر، تالت واحدة 15 أوزمول في اللتر، رابع واحدة 24 أوزمول في اللتر، يبقى الهايست أوزموتيك بريشر كانت الأخيرة اللي هي 24، يبقى الإجابة هتكون دي. ماشي يا شباب؟ يبقى الإجابة هتكون دي.
دي كانت أسئلة عشان نقدر نخليكم تفكروا من أول ما نبدأ الدراسة إزاي ممكن نسألك في الامتحان أسئلة زي كده. وعارف إن المحاضرة دي محاضرة يعني فيها تقيلة شوية، ولكن مش مطلوب منك تبقى عارف كل تفاصيل الكلام اللي قلناه. مهم جدا إن احنا تراجع تسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة. الأوزموزس واحد من الحاجات اللي كتير من الناس حتى اللي بيشرحوها مش فاهمين بالظبط الدنيا ماشية إزاي فيها، لان في ديفكت في كتابتها في كل الكتب، لان الكلام ده فيه كلام فيه بايوفيزيكس. يعني مثلا مش هتلاقي في كتابك الافوجادرو نمبر اللي هيفصل لنا، مش هتلاقي حاجات من اللي انا قلتها في الشرح في الكتاب. يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله نتابع مع بعض ان شاء الله في سلسله محاضرات النورمال ستراكشر مديول، الفسيولوجي الخاصه بالنورمال ستراكشر مديول. نلتقي ان شاء الله في بارت 3 اللي هتكلم فيه عن الاكتيف ترانسبورت والفيزيكولار ترانسبورت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.